على التليفون، انا مش هاخدها بصراحه، انا مش انا اللي هرد عليها. هي نجمه محبوبه عندنا هنا في الاستديو التحليلي، وكلهم بيشيدوا بأدائها وكلهم حبينها، بالذات يسرى عبد الكريم بتقول عليها كلام شعر. هي جميله الجميلات كابتن. اتفضلي يا كابتن انجي. فريدة. خدي التليفون. فريدة. فريدة. خدي التليفون. خدي التليفون. خدي التليفون يا بقى. ألف مبروك يا فرفور. الله يبارك فيكو. ميرسي قوي يا كيكو انتي. احنا يا فريدة فخورين بيك يا فريدة، وفخورين بأدائك جوه الملعب وتشجيعك للفريق، وفخورين بالبلوكات اللي انت بتاخديها وبتحمسي بيها فرقتك. فخورة ان انت في كور كتير قوي يعني بتتصرفي فيها وبتيجي على نفسك وبتخلصيها، وفخوره ان انا الحقيقه عرفت واحده زيك، شخصيه جميله من الخارج والداخل، ويا رب يوفقك كمان وكمان يا حبيبتي، واشوفك من احسن اللاعبات في افريقيا ومن احسن اللاعبات في العالم يعني. كابتن فريده. لا لا ده لا كابتن فريده. ايوه. الف مليون مبروك. الله يبارك بحضرتك. ميرسي. دايما لما اجي اتكلم عليكي هنا في الهواء يقولي جميله الجميلات، كلهم ما شاء الله عليكي جميلة جميلة، لعبا وشكلا وخلقا وكل حاجة. عايز اسألك سؤال تاني، جايزة ليكي على التوالي أحسن حائط صد. كابتن فريد عسقلاني بتقولي إيه؟ شفتي الجايزة الأولانية والتانية والمحافظة إن شاء الله على الجايزة دي. هو طبعا هتكلم الأول على البطولة نفسها، وإن إحنا أول ده مش حاجة سهلة خالص، البطولة كانت صعبة، والسنة اللي فاتت برضه كانت صعبة، السنة دي كانت أصعب، بس الحمد لله كنا واخدين الموضوع خطوة بخطوة، بالذات بعد الخسارة اللي كانت في البطولة العربية، ما كناش بنبص للفاينل خالص، واخدين ماتش بخط، وده فعلا يعني كان سبب في نجاحنا، يعني خدنا ماتش الفايت تايم، بعد كده ركزنا في الفاينل. الحمد لله ان ربنا كرمنا قوي. الماتش كان تعبير زي ما شفت، ضغط عصبي فظيع طول الماتش، وده كان مؤثر قوي في الشوط الاول. دي حقيقه خلينا ما نلعبش، ما كناش براحتنا، ما كناش بنلعب لعبنا، بس لما الضغط ده راح شويه عرفنا نلعب ونكسب الحمد لله. اما عن الجايزه يعني هي بجد من كرم ربنا والحمد لله، يعني هو بجد كله يعني بجد يعني الحمد لله من ربنا يعني بجد الحمد لله. كابتن فريد عايزك بس تقف في حته عشان الصوت مش واضح كده كويس؟ كده انت معايا. الجايزه اقدمها اللي سلمها لك الجايزه دي نجمنا الكبير كابتن محمود الخطيب. شفتي الجايزه وانت بتسميها ازاي؟ كلنا نفسنا ناخد منه جايز بصراحه. طبعا ده شرف كبير ليا ان الجايزه كابتن محمود الخطيب هو اللي يديها لي. كنت مبسوطه جدا وفخوره يعني ان انا باخد الجايزه دي من كابتن بيبو في النادي الاهلي، وان احنا واخدين اول، يعني صراحه شعور جميل جدا والحمد لله يعني. كانت لحظه يعني من احسن لحظات حياتي يعني صراحه، الشعور ان انا باخد الجايزه واحنا واخدين اول ومبسوطين ومنتصرين يعني. قولي لي يا فريده، كابتن حمدي الصافي التعليمات الاخيره قبل المباراه قال لك ايه بالظبط؟ كان بيقول لك ايه، هتشتغلي ازاي جوه ارض الملعب؟ بتقفلي مع مركز اثنين، بتقفلي مع مركز ثلاثه، ما شاء الله عليكي. طبعا كابتن حمدي يعني كان بيديني طبعا معلومات يعني حاجات معينه اعملها، منها البلوك عشان هو يعني بيبقى واثق فيا في حته البلوك دي، اللي هو مش عارفه لما اروح اقفل الاربعه مثلا مين اقفل مين، مين بيشوط دولي اكتر، دي مثلا يحفزني حاجه اللي هو البيزك اللي انت هتديها، فالكلام ده كله طبعا بيحفزني بيخليني عايزه العب احسن يعني الحمد لله. طيب قولي لي يا فريده كلمه للجماهير العظيمه النهارده في ارض الملعب من كابتن فريده عسقلاني بعد الفوز الجميل النهارده. عايزه اشكرهم جدا. هو ممكن في كام الماتش الاولاني ما كانوش كتير، بس الحمد لله النهارده بجد الصاله كانت مليانه. اشكرهم جدا عشان هم فعلا بيحفزونا وسبب كبير قوي ان هم ان احنا نكسب، زي ما شفنا مثلا في الفاينل بتاع البطوله العربيه ما كانوش موجودين، كان احنا كنا يعني عاملين ازاي، بجد هم بيدونا بوش وسبورت جامد قوي، بجد احب اشكرهم جدا وان هم يفضلوا على طول معانا يعني. كابتن فريده. كابتن ساره طلعت عايزه تتكلم معاكي، اتفضلي يا كابتن ساره. مبروك يا فريده، الف مبروك. الله يبارك. تستحقي انك تاخدي جايزه احسن بلوك في افريقيا. انا عارفه ان انت كنتي زعلانه البطوله اللي فاتت عشان ما خدتيش حاجه، بس ربنا كرمك البطوله دي وخدتي بلوكر احسن بلوكر في افريقيا، وان شاء الله مزيد من البطولات تحققي مع بطولات مع النادي الاهلي، كانت بطوله افريقيه او عربيه او دوري وكاس، وتحققي القاب شخصيه باذن الله. ربنا يوفقك يا حبيبتي في اللي جاي، وربنا يكرمك كده وتحققي مزيد من البطولات يا رب باذن الله. كابتن انجي الشامي اتكلمت عليكي كلام جامد قوي النهارده، قالت لي بلوك فريده، سالتها سؤال واضح، يا كابتن انجي فريده العسقلاني ولا انجي الشامي؟ قالت لي فريده العسقلاني. لا اهي معاكي.
قالت لي فريده عسقلاني والله. اتفضلي يا طبعا انت سامي حاجه تانية والله، ده يعني ما فيش مقارنه والله. لا طبعا فريده انت عارفه فريده اللي انت اللي انا يمكن انا كلمتك في البطوله وقلت لك اللي انت من احسن اللاعبات في افريقيا، من احسن سنت بلوك جه في افريقيا، فالحمد لله اللي انت توجتي بهذا عشان يبقى انا كلامي صح. انا قلت لك كده من الاول البطوله خالص، انت ان شاء الله هتاخدي احسن بلوك في افريقيا، وده اللي حصل. الف مبروك لك يا فرفور، وربنا يكرمك على طول. شجعني قوي، لا بجد انت كانت بتشجعني قوي، كانت بتقعد تبعت لي فعلا في نص البطوله وكانت بتشجعني قوي، وفعلا انت من احسن السنتر بلوكس، وهي بلوكها بجد يعني من وانا زمان وانا صغيره وبقعد معاهم بتفرج عليها وبتعلم منها بجد. طب ايه موضوع كيكو ده؟ عايز اعرف كيكو. عايز اعرف، لازم اعرف. اول ما دخلتي على كيكو عايز اعرف ايه كيكو ده. هي كيكو انا بجد كانت فتره قليله قوي بلعب معاها، وبجد كنا ظابطين يعني، انا عمري ما كنت ظابطه مع فاحنا في كونكشن ما بيننا يعني، هي فهمت يعني في البلعب. على فكره فريده من اللاعبات اللي انا تمنيت ان انا ابقى اصغر 10 سنين عشان العب معاهم مده اطول الحقيقه يعني. حقيقه تكرار فريده، عايزه ليا سؤال بس عايزه اساله لك. كان ليكي دور كبير قوي في المباراه قبل النهائي مع فريق الانابيب الكينيا فريده، وشفنا قد ايه انت كنت حافظه، وقفتي احسن لاعبه احسن ضاربه في البطوله اللي هي شارون الرقم واحد، وازاي كنت عارفه اتجاهات ضربها. هل ده فريده ناتج عن ان انت شفتي اتفرجتي على ماتشات ليها، ولا من ناتج من عن طريق توجيهات كابتن حمدي الصافي؟ طبعا احنا اتفرجنا كتير قوي قبل ماتش فايت تايمز على اتجاهات ضربهم، ورقم واحد يعني احنا برضو بنبقى متفائلين قوي في اللي قدامنا، رقم واحد جامده قوي وبتاع وطويله وايه القوه دي وكده، بس طبعا شفت اتجاهات ضربها من سته بيبقى مختلف غير عن اربعه، وانا كنت حاطه في مخي قبل ما اخش ان انا لو بجد لما تضرب من سته هقفل الحته دي وكده، وطبعا يعني بتوفيق ربنا وكرم ربنا ان انا كنت فعلا بطلع اقفل الحته اللي قايل عليها، الاقيها الكوره فعلا يعني بتمشي، فبجد ده كان توفيق من عند ربنا قوي يعني الحمد لله. طب فريده اخر سؤال هساله لك عشان عارف انت تعبانه جدا، بس لازم اساله لك، ايه الكوع اللي دي لآية الشام النهارده؟ ايه الكوع ده؟ قولي لي انت فيها كوع ازاي؟ كان بجد لو طلع اقول ان شاء الله الفتره هتسوء قوي، فالحمد لله اخدته وانت نازله كوع رجعت ثلاث كور بحاول اصلحها بعد كده. فريده عسقلاني الف مليون مبروك، ما شاء الله عليكي جميله، وفعلا ما شاء الله على ادائك، ادائك فوق الرائع، بنبارك لك انت ونجمات الذهب على النجمه العشره، وان شاء الله مزيدا من التتويجات باذن الله.